أهلا بكم مجددا مشاهدينا. وضيفتنا اليوم مدونة تنتشر صور والفيديوهات التي التقطتها خلال زياراتها وسفراتها بين المحافظات لتعبر عن جمال اليمن المتنوع ولينبهر به اليمنيون قبل آخرين من بلدان أخرى كانوا يعتقدون بأن اليمن مجرد صحراء، لكن تغير رأيهم مع المدونة نوف جمال والتي يسعدنا أن تكون ضيفتنا اليوم عبر الهاتف من عدن. أهلا وسهلا فيك نوف. أهلا فيك، صباح الخير. يا صباح الخيرات عليك يا نوف، يا مرحبا. طيب نوف، قبل أن نعرض مجموعة من صورك اللي هتكون حاضرة معنا خلال هذا اللقاء وفيديوهاتك، حابين نعرف منك كيف بدأ شغفك بالسفر وبالتصوير؟ السفر هو حلم من أحلام الطفولة، يعني كل الأطفال يمكن تحلم فيه كمان. يعني أحب الترحال وأحب التخييم، والسفر اللي يكون يعني فيه تعب يكون ممتع أكثر يعني. نعم. والتصوير؟ أما التصوير أنا ما أحس إني مصورة، ما أقولش إني مصورة، بس يمكن إنه موهبة الاطلاع بالأماكن الطبيعية والأماكن اللي يعني أحبها. نعم ما شاء الله. يعني مع إنك دارس الهندسة ولكن اتجهتي لتصوير كهواية وأصبح ربما مجالك، صحيح؟ يعني التصوير في الأماكن الطبيعية والأماكن اللاندسكيب. طلع الموهبة بهذه الأماكن بس. يعني ما حط توقيعي بالصور، انا ما احس نفسي اني مصوره محترفه. نعم. يعني بتلقطي بتلتقطي صور جميله وبسيطه، واحنا الان بتعرض هي معنا على الهواء. يعني صور بسيطه تنقل جمال المكان. نعم. زرتي بلدان عربيه واجنبيه نوف؟ ولا بس فقط في اليمن؟ لا بس في اليمن، يمكن رحت مره بس عمره، بس اغلب الاماكن مثل اليمن. يعني يمكن الآن مع الظروف الصعبة اللي بتمر بها بلادنا، صعوبات كثيرة، ارتفاع أسعار المواصلات حتى بين المحافظات، هذه التكاليف كلها كيف بتتعاملي معها وكيف بتقدري أنك توفري تكاليف أرخص عشان تقدري تسافري في أماكن أكثر؟ لا، تكلفة سفرنا احنا دائما تكون بسيطة، يعني حتى لما أنشر أنه كم رحنا وكم كذا يستغربوا الناس. يعني أنا دائما أصلا أول حاجة نقول نروح جروب، ما نروحش فردي، دائما جروب يكون مره، وبالاغلب انه نحسب كامل قبل الرحله، يعني نحسب ايش من كم التكلفه، كم البترول، كم الفندق، كم الاكل، يعني كامل ناخذ مبلغ هو نفسه اللي حسبناه من عدن ناخذه معانا، يعني ما نزيدش اي حاجه عشان هناك ما تزيد عشان المصاريف وكذا. طيب ما هي اهم حاجه بتاخذيها معك وبتحطيها في راس القائمه وانت مسافره او انت في رحله، اكثر حاجه لا تهتمينها تكون موجوده في راس القائمه؟ براس القائمه تجهيزات الرحله، مثل يعني ناخذ معنا هذه الشوله السفري، ناخذ الخيمه، هذه ضروري من اهم الحاجات يعني اللي ناخذها معنا. نعم. طيب يعني في ظل الظروف الراهنه نوف، يعني ربما في صعوبات امنيه في البلد، في تفتيش، في هل واجهتك اي صعوبات من هذه الصعوبات؟ الصعوبات دائما تكون في الطريق، مش بالنقاط، الطريق انها طويله ومتعبه سبب الحرب وسبب يعني انه الطرق تكسرت كذا. اما بالنسبه للامن فالطريق دائما امان، ما في بش ابدا، يعني ما بهمش ابدا صعوبه. يعني يمكن للجميع ان يسافروا دون ان يلاقوا اي صعوبات امنيه؟ ابدا ما فيش اي صعوبات امنيه، بس يمكن يعني في حراز كان شويه يعني تجديد، بس لانه اجينا بوقت عيد بالنسبه لهم فكان شويه بس تجديد، بس انه الامن امام كل الاماكن الشماليه والجنوبيه. نعم، يعني يمكن البدايه كانت مع جروب فيزيتنج يمن وذاوت ترافلنج، من الناس اللي حاولوا انهم يشتغلوا على فكره التغيير الصوره النمطيه عن اليمن وان احنا اصلا بلد جميل، والكثيرين مثل ما تكلمت صفاء في المقدمه بيعتقدوا انه بلدنا صحراويه، فنوف ما هو شعورك انت وانت تغيرين جزءا من هذه الصوره الذهنيه عن اليمن؟ شعور حلو انك تبين جمال بلدك طبيعتها الجميله، بس وتشوف تعليقات انه كثير اجانب حابين انهم يزوروا اليمن بعد الصور اللي نشرتها، بس بسبب الحروب انه مغلقه وكذا، وانا قلت اشرح لهم انه تقدروا تروحوا سقطرى لانه امنه للسياح، باقي اليمن لا. يعني شعور حلو، بس الافضل انه يفتح السياحه وكمان مش بس الاجانب، يعني اليمنيين نفسهم مستغربين انه هذه الاماكن في موجوده باليمن. يعني اقول لك احنا ما نشوفش هذه الاماكن، لما نروح فين تروح هذه الاماكن، يعني مستغربين انه في كذا جمال وكذا باليمن، مش بس الاجانب يعني اللي مستغربين.
صحيح. طيب يعني بما أنك لك خبرة وعارفة إيش الأماكن الحلوة اللي مفروض واحد يزورها، خبرينا إيش الأماكن هذه، أجمل الأماكن اللي ممكن نزورها. أجمل الأماكن أشوفي، أنا أشوف أنه كل مكان رحته كان حلو جميل وأتمنى أني أرجعه، بس يعتمد كل واحد وعلى نظرته يعني بالسياحة والسفر. يعني في أماكن تكون حلوة بس متعبة أنك توصلي لها، لما توصلي تنسي كل التعب. أفهمني، في ناس يقول لك لا أنا ما بقدرش أتحمل هذا التعب عشان أشوف مكان يعني حلو كذا. طيب اذكري يعني لنا، اذكري لنا أسماء مناطق وأماكن أبهرتك. أبهرتني صراحة حراز، حراز كانت جدا جميلة. مناخة، صعفان، المسرب، وين؟ إيه؟ فين بالضبط في مناخة أو فين بالضبط في حراز؟ حراز الحطيب. يعني كانت شوية تحس إنك خرجت من اليمن. يعني مكان حلو، وكمان أنا أحب أبدو قبل بعدين كثير، يعني كل سنة أزور ضروري كل سنة أزور قبل بعدين. يعني أدخل فيه أكثر. هذا يمكن أفضل مكان. يمكن حتى بحراز اللي حتفاجأ الجميع إنه حراز حتى فيها شباب. فيها منطقة اسمها شباب حراز، من المناطق المرتفعة جدا والشاهقة واللي بتطلع على مناظر جميلة جدا في حراز. حراز الحطيب لأنه مكان عالي عالي جدا، يعني كان مكان يعني أغرب مكان رحته وحسيته أحلى مكان. هل بتروحي الأماكن مثلا بناء على توقيت معين، مثلا الصيف الأمطار، ولا ممكن في أي يعني فترة زمنية في أي فصل؟ ضروري لما أنت تزوري مكان تشوفي كيف مناخه، كيف يعني تسألي من قبل متى أفضل وقت لها إنك تروحيها. يعني مثلا لو أنت رحتي أب الشتاء فما بتعجبك، تكون كامل قاحلة. فهمني؟ نعم. إيش؟ جميل. صحيح. يمكن هذه أهم نقطة لازم نركز عليها، حتى إحنا عندنا الشباب لما يسافروا لبلدان أخرى لا بيحطوا في حسابهم كيف الجو ولا كيف الناس ولا إيش طبيعة عادات وتقاليد هذه المنطقة. أيوة، أنا بشوف أنا قبل ما أسافر أنا جالس أسأل أهل المنطقة، أسأل يعني أصدقائي في فيسبوك وكذا، كيف الآن؟ إيش أفضل وقت؟ كيف كذا قبل ما أروح المكان يعني. حضرموت ها بوقت برد، فهمت يعني حلوة وعجبتني، ورحت نقطة الحماة ما بتعجبني. جميل. يعني الأفضل تسأل قبل ما تروح المنطقة وتشوف أفضل وقت لها وتروح لها. نعم، يعني هذه كنت تتكلمي من شوية أنه للأسف عندنا السياحة الداخلية مضروبة، والناس ما يفكرش فيها أنه تبذل مجهود وتسافر وتجهز نفسك عشان تروح لمكان بعيد تجلس فيه نصف ساعة أو ساعة أو حتى ساعتين مثلا. فحب نعرف منك أنت الانطباع لأهالي القرى والمناطق اللي بتزوريها في اليمن، الناس المحليين البسطاء العاديين، كيف كان الترحيب؟ هل كانوا مرحبين بفكرة أنك تخيمي في مناطقهم مثلا؟ الناس جدا جدا مرحبين، يعني بشكل مش طبيعي. كل اغلب الاماكن اللي رحناها على طول يقول اهل القريه ليش احنا، لان رحنا مننا عدد كبير فنلفت الانتباه على طول. يعني على طول يقول عندنا اهل القريه ويقولوا نحن اكثر من مكان، يعني حتى مش في مكان بعدين نزلت الاكل وكذا. في اماكن يعني باغلب الاماكن اللي نروحها ونجلس فيها جلسه على طول اهل القريه يجوا يضيفونا ولو تشتاقوا شيء اهلا وسهلا فيكم ببلادنا ونورتونا. بس انه يجلس يقول لك ليش انت اجيت هذا المكان، يعني تحملت هذا التعب كله. يعني هم يشوفوا منطقتهم انها عاديه، متربين ومتعودين عليها. نحن نشوفه انه منطقه يعني واو، نشوفه يعني يقول انت تحملت التعب عشان تجي هذا المكان، نحن نشوفه يعني حلو. بس انهم طيبين جدا، يعني حتى بحراز يمكن اغلب البيوت خرجت من حال فينا ندخل بيتها ونتغدى عندها وننام عندهم. يا سلام. ما شاء الله. يعني هو الترحيب والكرم معروف عن هؤلاء، خصوصا اللي موجودين في القرى نوف. طيب يعني لو بشكل سريع نصائح مثلا ممكن تكون فيها الرحلات والسفرات منخفضه التكلفه. منخفضه التكلفه انه اول حاجه انك تبي كل شيء من قبل ما تروحي، ما تشيليش مبلغ كذا يعني بدون حساب. احنا حتى شوفي اي حد من يعني انا لو حسبت انه الرحله هذه اغلى رحله رحناها 700 ريال سعودي، يعني كل الجروب كامل يجيبوا 700 ريال سعودي، ما يجيبوش اغلى من كذا، ما يجيبوش اكثر من كذا، عشان كلنا نصرف نفس الصرف. فاهم ليك؟ يعني الزم على الجروب كامل حقنا هذا المبلغ. اهم حاجه انك تحسبي من قبل، وغير انه مش داعي انت لو رحتي تشوفي مكان طبيعه وكذا فمش داعي تزوري كل المولات وكل المطاعم الفخمه وكل يعني اكتفي بالطبيعه لانك
تقدري تروحي اكثر منه. نعم جميل، يعطيك الف عافيه. اذا مدونه نوف جمال كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك على كل هذا الجهد المبذول في امتاع نفسك ايضا وفي امتاعنا وفي امتاع وتعريف الناس بجمال اليمن وببساطتها. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. طيب خلونا كمان نشوف بعض المقاطع اللي صورتها نوف جمال في هذا الفيديو.